بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب محاضرتنا راح تكون عن الفيرست هوب ريدندنسي بروتوكول، وهذا الموضوع هو ضمن سلسلة المحاضرات اللي أخذناها ضمن الفصل الرابع من مادة السي سي إن المستوى الثالث، اللي طبعا أطلقتها أكاديمية الشبكات سيسكو في جامعة كريت. الأوبجيكتيفز اللي حققناها ضمن هذا الشابتر هي كانت اللينك اجريجيشن كونسبت، كيف انه تحدثنا عن اللينك اجريجيشن، تحدثنا عن الايثر شانل، وكذلك تحدثنا عن اللينك اجريجيشن كونفيجريشن، وحاليا راح نتحدث عن الفيرست هوب ريدندنسي بروتوكول. شنو البروتوكولات؟ شنو البروتوكولات المسؤولة عن عمليات الريدندنسي؟ راح ضمن هذا الموضوع ناخذ الامبلمنت لل HSRP بروتوكول، ال HSRP بروتوكول، او راح نجي ناخذ هذا ال HSRP بروتوكول، راح ناخذ explain the purpose and operation of first hop redundancy protocol, explain how HSRP operates، كيف انه يعمل ال HSRP، كذلك ال config راح ناخذ لل HSRP على اجهزه سيسكو، ترابل شوت لل HSRP بروتوكول. ضمن هذا الموضوع اللينك او الفيرست هوب، ضمن هذا الموضوع اللي هو الفيرست هوب ريدندنسي بروتوكول، قبل الدخول على هذا الموضوع احنا لازم نفهم مساله، اللي هي مساله شنو؟ مساله هذا البروتوكول كيف يعمل ال HSRP بروتوكول. لو نجي على هذا الرسم اللي موجود امامكم، اللي متمثل عندنا بي سي هنايا، هذا البي سي، وعندي سويتش لاير 2، وعندي يرتبط مع سويتشين اللي هم لاير 3. مثل ما تعرفون هذا جزء من خلينا نقول نتورك ديزاين، يعني تصميم الشبكه، جزء من تصميم الشبكه. اريد نوصل فكره اللي هي انه هذا البي سي لو كان هذا مساره بالنسبة للبيانات، إذا كان هذا مساره بالنسبة للبيانات وارتباطه بالإنترنت، وفجأة حدث عندي قطع هناي، حدث عندي قطع هناي، وكان هذا السويتش، هذا سويتش لاير 3، يعني gateway، يكون gateway إلمن للبي سي، gateway للبي سي طبعا، أنه لو حدث عندي قطع هناي رغم أنه هذا الانترفيس أو هذا السويتش هو كان عندي خلينا نقول gateway، كيف انه ممكن ان تتغير مسار البيانات، يعني والبي سي ممكن ان يرتبط بالانترنت وتتحول البيانات باتجاه السويتش الاخر. يعني بصوره اخرى، كيف انه احنا نقدر نخلي سويتشين، واحد يكون اكتف وواحد يكون ستاند باي. فبحاله انه توقف عندي الاكتف، مباشره البي سي يتحول بياناته والكونكت مالته، الكونكتيفيتي تتحول على الستاند باي. هذا من يقوم بها؟ من المسؤول عن هذه العمليه؟ اللي يقوم المسؤول عن هذه العمليه بروتوكول اسمه ال HSRP بروتوكول، ال HSRP بروتوكول، هذا هو اللي يقوم بهاي العمليه. كيف انه تتم عمليه الكونفيج، يعني راح ناخذ كبدايات كيف انه تتم عمليه الكونفيج لهذا البروتوكول. مثل ما تعرفون هنا عندي سويتشات، هاي لاير 3، لاير 3 يعني ممكن ان تتعامل مع الاي بي، ممكن ان تتعامل مع الماك. فبالبدايه مثل ما تعرفون هنا اجي حتى اسوي كونفيج، يعني بالبدايه انا راح ادخل للعملي، للجزء العملي من هذا البروتوكول، كيف ان يفعل هذا البروتوكول، في سبيل انه لما ندخل بالمفاهيم تصير عندكم تقريبا صوره واضحه عن الشابتر، عن الفصل. فاجي اسوي كونفيج تي، كذلك اللابات تكون سهله عليكم، كونفيج تي فيلان، فيلان واحد، فيلان واحد، راح ادخل على الفيلان، انطي اي بي، مثل ما تشوفون اني منطي اي بي اصلا اللي هو 192.168.1.1 192.168.1.1، أنطي سبنيت ماسك، سبنيت ماسك، وقول له نو شوت داون، نو شوت داون.
مش الداون. وراها اجي افعل ال HSRP بروتوكول. كيف يتم؟ هسه انا فقط انطيت شنو؟ انطيت اي بي للفيلان واحد، اي بي للفيلان واحد. هنا يجي عمل تفعيل ال HSRP منو؟ لان هذا البروتوكول هو اللي يقوم بعمليه تحويل بيانات البي سي. يعني اذا كان هو مسار البيانات بهذا الاتجاه، كون انه هذا الراوتر، هذا الراوتر هو الجيت واي لهذا البي سي. هذا الراوتر خلينا نسميه هذا الراوتر راوتر 1 حتى تصير واضحه الصوره. هذا هو الجيت واي المن، هذا راوتر 2. الجيت واي هذا بالنسبه المن للبي سي. فجاه عندي انفقد هذا الكيبل، يعني انقطع. بهاي الحاله شنو؟ بهاي الحاله انه ال HSRP بروتوكول يحول مسار البيانات، يحول مسار البيانات. كيف يحول مسار البيانات؟ يحول مسار البيانات من خلال شيء اسمه، خلنا نفترض شيء اسمه virtual router، او نقدر نسميه virtual IP، virtual router. virtual router راح نجي نشوف شنو ال virtual router بالاضافه الى ال virtual IP. يعني اصل الاتصال، هو اصل اتصال هذا البي سي يتم من خلال شنو؟ يتم من خلال ال virtual router ويربطه بالاكتف. لو انقطع هذا الاكتف، توقف هذا الراوتر او الباث اللي يوصل اليه، مباشره ينتظر يرسل هلو، يعني خلينا نقول مسج، وضمن هولد تايم محدد، وراها يحول هذا الفيرتشوال راوتر، يعني اللي هو فيرتشوال يكون مو فيزيكال، راح يحول لي مسار البيانات للستاند باي، لان الستاند باي راح يقوم مقام شنو؟ راح يقوم مقام شو اسمه، الستاند باي راح يقوم مقام الاكتف اللي هو كسويتش، ويعني تستمر الكونكتيفيتي مع الانترنت بالنسبه للبي سي، بالنسبه للبي سي 1. فهنا هذه بالنسبه لشنو؟ هذه بالنسبه لي قلنا يعني كمفهوم بدائي. هنا نرجع للكونفيج، هنا نرجع للكونفيج، نقول ستاند باي حتى يتفعل ال HSRP بروتوكول. stand by ونختار واحد. هذا جروب، هذا الجروب راح نيجي نشوف بالجدول. ال HSRP بروتوكول اكو فيرجن 1 وفيرجن 2. الفيرجن 1 الجروب مالته من 0 الى 255، والفيرجن 2 من 0 الى 4096، يعني 4095. هذه يعني الاي دي الجروب لازم تكون عندي اني. التو سويتش اللي اريد اخلي واحد اكتف واريد اخلي الثاني يكون ستاند باي لازم تكون على سيم جروب نمبر، اللي هو ايش قد انطينا؟ واحد. نعطي اي بي اللي هو الفيرتشوال اي بي هنا حتى يتفعل الستاند باي. واحد انطيته الجروب، وانطي اي بي. الاي بي يكون ضمن الدومين، ضمن الدومين. خلينا نفترض الاي بي اللي ننطيه هنا 168.1.99، هنا راح انطي اي بي 99. هذا بالنسبه تفعل عندي شنو؟ تفعل عندي ال HSRP بروتوكول. تفعل عندي بهاي الحاله ال HSRP بروتوكول. باعوا هنا ال HSRP بروتوكول تم تفعيله، وعندي الديباج، هذا يسموه الديباج. بلش عندي البيانات، بلشت عندي شنو؟ يعني تظهر عندي الاي بيات، لان احنا فعلنا عليه بوقت اخر الديباج. واضح؟ هذا بلشت عندي البيانات تظهر، يعني عمليات الاكستشينج. وكذلك انه راح تظهر عندي حالات، الحالات بالنسبه للبروتوكول. راح نجي نشوف الانيشوال واللسن والسبيك والستاند باي. كذلك نجي نفعل ال HSRP بروتوكول مثل ما تشوفون هناي، ونقول له كونفيج تي، ونقول له ندخل على الفيلان، فيلان واحد الستاندر، ننطيها اي بي، اي بي ادريس. هنا راح ننطيها حسب ما احنا حددناه هنا، 1.3.168.1.3.1.3. ننطي 255.255.255.0، واقول له نو شت داون. نو شت داون. هنا اجي افعل. كيف اجي افعل البروتوكول؟ ستاند باي، ستاند باي. انطي الجروب اللي انطيته
اقول له الاي بي، الاي بي اللي انا اختاريته كفيرتشوال طبعا هنا يكون عندي موحد الاي بي، الاي بي يكون عندي شنو؟ واحد للاثنين. ليش؟ لان هو راح يتعامل ويا من؟ يتعامل مع هذا الاي بي. هسه لو تلاحظون هنا انا فعلت كذلك على هذا الراوتر، فعلت ال اتش اس ار بي بروتوكول، الاتش اس ار بي بروتوكول. بهاي الحاله انا اجي اكو امر عندي اقدر اتحقق انه هل هو هذا السويتش هو ستاند باي لو اكتف. اجي انه اكتب شو ستاند باي، شو ستاند باي، مثل ما تشوفون هنا الشو ستاند باي هنا عندي باعه هذا السبيك اول مرحله، هذا السبيك لان جاي يتفعل الشو ستاند باي. اوكي هذا اكتف، تلاحظون هذا اكتف. كذلك اكو مساله راح نجي نوضح لكم اياها، هنا الفيرتشوال اي بي اللي هو لازم يكون يم الاثنين متساوي. ليش احنا نختار فيرتشوال اي بي واحد؟ في سبيل انه يصير التعامل مع الفيرتشوال اي بي. فبحاله انه توقف هذا فيرتشوال اي بي، مثلا البيانات تصل، خلينا نفترض هنا الفيرتشوال اي بي او الفيرتشوال راوتر، فالبيانات لما تصل هنا من الاكتف فيحول البيانات وتستمر عمليه الاتصال. لو توقف هذا السويتش مباشره الفيرتشوال اي بي يحول البيانات على الستاند باي. هنا عندي فيرتشوال ماك، هنا عندي دائما هذا يكون دائما الفيرجن 1 لهذا البروتوكول. راح تلقون الماك اللي يبلش بهذه القيمه الحد هنا، فقط عندي هنا عندي قيمتين اكسين، خلينا نفترض هاي متغيره، هاي الاكسين المتغيره انا اللي حددت الرقم مال الجروب اللي انا لما خليت الستاند باي واحد هذا هو تغير هنا عندي 01 صار بالنسبه للاثنين 01. الفيرجن 1 الى ماك ادريس خاص بي فيرتشوال، والفيرجن 2 كذلك الى ماك ادريس ثابت، وفقط انه اكو هذا بالنسبه للفيرجن 1 اكو اخر قيمتين تتغير عندي. هنا عندي الهلو تايم، يعني توضيحاتي هنا الهلو تايم كل ثلاث ثواني يرسل لي، طبعا هنا تم تغيير الكونفيجريشن، تم تغييرها راح نجي نشوف كيف يتم تغييرها. كل 2 ثانيه غيرناها لان انا نفذت هذا اللاب قبل لا ابلش بالمحاضره. هنا كل 2 ثانيه ايش؟ كل 2 ثانيه انه يبعث هلو تايم. هلو تايم لو ما استجاب، يعني هولد تايم اذا انتظر الستة ثانيه او 10 ثانيه كديفولت وما وصلت الهولد تايم، ما وصلت استجابه، راح يحول وين؟ راح ينطي اعاز بالتحويل على الستاند باي. يعني الهولد تايم هذا هو معناه، يدز الهلو تايم 3 ثانيه بالستاندر. اذا ما استجاب لمده 10 ثواني يحول يخلي الستاند باي هو شنو؟ يخليه هو الاكتف في سبيل غير مسار البيانات، باعتبار انه اللي بعث له الهلو تايم انه ما استجاب او اما توقف او اكو عندي مشكله. عندي هنا المساله الاخرى اللي يسموها شنو؟ هذا اللي لازم دائما نفعلها البريميشن انيبل. البريميشن انيبل هذه غالبا تجي ديسيبل، يعني هي تجي ديسيبل هذه. لما اتعامل انا مع البرايورتي لما انا اتعامل مع البرايورتي هنا لازم اسوي لها انيبل، يعني لما غير البرايورتي لازم هذه اسوي لها انيبل. يعني كيف يتم اختيار هذا السويتش حتى يكون اكتف؟ يتم الاختيار اولا على البرايورتي، اذا كانت البرايورتي عاليه راح يتم انتخابه يعني كاكتف سويتش او ماستر سويتش او مين سويتش. والثاني اذا كانت البرايورتي اقل راح يتم اختياره كستاند باي او سكند او نقدر نقول عليه اي من التسميات اللي هي تعني ثانوي. مثل ما تشوفون هنا الاتش اس ار بي بروتوكول، الاتش اس ار بي بروتوكول الفيرجن 1 مالته هذه كبالنسبه للمن، هذا هو الاكتف، يعني مسار البيانات عندي جاي تروح بهذه الجهه. خلينا نجي نشوف هذا، ولو هنا عندي انا مفعل الديباج راح تتعبنا هاي الديباج، يعني ما راح تنطينا مجال. شو ستاند باي، هنا شو ستاند باي، هنا عندنا البرايورتي 200 لان احنا سوينا لها كونفيجر 200، ضاعوا هنا لو نرجع من البدايه الستيت مال ستاند باي، وكذلك الفيرتشوال اي بي اللي احنا ثبتناه لما فعلناه،
ونفس الفيرتشوال ماك ادريس كذلك. احنا هنا اختارينا واحد كجروب، فايش صار عندي انه الفيرتشوال ماك ادريس ثابت بين الاثنين. كذلك هنا عندي ايش قد الهلو تايم، الهلو تايم عندي اثنين، احنا سويناها ثلاثة كانت، والهولد تايم كانت 10. اوكي، فهذا يعني كتوضيح او بداية لهذا الموضوع مالنا اللي راح نشرحه، انه هذا البي سي هو دائما عنده جيت واي وحده تذهب البيانات بهذا الاتجاه. فلو صار عندي طارئ وتوقف عندي هذا السويتش، توقف عندي هذا السويتش، كيف انه يتم يعني تلافي هذا الفشل او المشكله؟ مباشره ال HSRP بروتوكول اللي هو هذا، مباشره انه يحول لي، اذا كان هذا اكتف يحول لي الستاند باي الى اكتف ويحول لي مسار البيانات، فيصير هذا مباشره هو الجيت واي هذا البي سي. راح نجي ناخذ يعني المفاهيم اكثر ضمن هذا الموضوع اللي هو الفيرست هوب ريدندنسي بروتوكولز. هنا يقول لي كونسبت اوف فيرست هوب ريدندنسي بروتوكولز اللي هو مفهوم الفيرست هوب ريدندنسي بروتوكول. شنو مفهومه؟ الديفولت جيت واي ليميتيشنز، عندي محددات او مشاكل ضمن الديفولت جيت واي. مثل ما تشوفون هنا البي سي 1 I cannot شنو reach my default gateway، توقف عندي هذا. إذا توقف عندي وأنا ما فعل ال HSRP protocol راح تتوقف هذه الأجهزة اللي موجودة عندي هنا. يعني أنا مو فقط PC1 عندي، هذه شبكة ممكن أن تكون مرتبطة هنا جامعة كاملة أو مؤسسة كاملة أو شركة، واضح؟ فإذا أنا ما متفعل عندي هذا البروتوكول راح تتوقف الشبكة، بينما لو متفعل هذا البروتوكول راح مباشرة البيانات يحولها باعتبار هذا اكتف وتوقف مباشرة، الستاند باي يتحول الى اكتف وتتحول البيانات. وبهاي الحالة راح توضح عندكم انتم ضمن هاي الكونفيج اللي انطيتكم اياها قبل شوية، راح توضح عندكم صورة انه الريدندنسي، كيف انه الريدندنسي تتم، يعني كيف انه اكو سويتش عندي بحالة انتظار، بحالة هذا السويتش توقف المين مباشرة يشتغل، كيف انه انا اقدر اخليه بحاله انتظار؟ لما انه انتم مثل ما انا فعلت بالنسبه للكونفيجريشن تخلوه للفيلان اي بي، وبعدها تخلون ستاند باي، تختارون جروب ورقم للجروب، وبعدها تخلون اي بي واحد بالنسبه للاثنين سويتش يسموه فيرتشوال اي بي. وبهاي الحاله انه انتم راح تضمنون شنو؟ راح تضمنون تفعيل ال HSRP بروتوكول. مع العلم انه تلاحظون انه الراوتر 1 الاي بي مالته كجيت واي مختلفه عن هذا الاي بي، يعني هذه قاعده احنا ثابته باعتبار ديفرنت شنو different شو اسمه different IP لكن same subnet، يعني same subnet نفس الشبكة للعلم. فهنا يا ميكانيزم شنو ال limitation، الميكانيزم is needed to provide alternative، يعني الميكانيزم الميكانيكية أو المفهوم اللي نحتاجه هو توفير شنو alternative default gateway. يعني لو توقفت هذا لازم يكون عندي بديل جيت واي بديله. ان سويتش نتورك، هذه يسموها السويتش نتورك، شبكه مال السويتشات، واضح؟ نتورك وير تو اور مور راوترز ار كونكتد تو ذا سيم فيلان. طبعا هذا مثل ما تشوفون هي سويتش باعتبارها هي مالتي لاير سويتش، وممكن نسميها راوتر باعتبار انه هو شنو؟ باعتبار انه هو يعني يتعامل مع الاي بي، يعني وممكن ان يكون gateway للمن للاند ديفايسز. لهذا لازم تنتبهون انه يقول لي وير عندما ايش تو اور مور راوترز ار كونكتد تو ذا سيم فيلان. لو تلاحظون انه انا بالكونفيج، اذا تتذكرون بالكونفيج بدايه المحاضره دخلت انترفيس ودخلت على الفيلان، دخلت وين؟ على الانترفيس مال الفيلان. يعني وين دخلت؟ كونفيج تي، وين دخلت؟ انترفيس فيلان واحد، والثاني نفس الشيء انترفيس فيلان واحد، اذا على السيم فيلان، على شنو؟ على السيم فيلان. هنا نوت ملاحظه ان ذا جرافيكس بهذا الشكل، المالتي لاير سويتش از اكتنج از ذا ديفولت جيت واي. هنا المالتي لاير سويتش او الراوتر يعني هي اللي تنوب هي الجيت واي بالنسبه لهذا البي سي.
as a default gateway and use for the routing. ممكن أن تستخدم عمليات الراوتينج يعني توجيه البيانات according to the يعني الراوتينج بروتوكولز الراوتينج تيبل يعني من خلال الراوتينج تيبل. In a switch network, each client receives only one default gateway. كل كلاينت احنا بالسويت نتورك هذا الكلاينت هو عنده واحد ديفولت جيت واي، حتى لما نسوي له كونفيج تنطيه ديفولت جيت واي وحده. واضح؟ اذا هذه خلينا نقول يعني مسلمات احنا نقدر نقول عليها او ثوابت. There is no way to use a secondary gateway. ما عندنا اي طريقه اخرى ان نستخدم السكندري جيت واي بالنسبه لي كمفاهيم اللي موجوده عندنا. Even if a second path exists to carry packets of the local segments. حتى بحالة انه شنو حتى بحالة انه توقف عندي الباث اللي هو موجود عندي اللي يسموه second path exists to carry packets of the local segments. كمفهوم اساسي احنا عندنا بالنسبة للجيتوي انه ممكن ان تتغير. واضح؟ يعني without the HSRP protocol without the virtual router أو the virtual IP اللي راح نستخدمه ما ممكن، لأن هذا راح يأخذ gateway وحدة، ففقط بوابة وحدة ممكن أن يتعامل وياها. واضح؟ no way to use a secondary gateway. in the figure بهذا الرسم router 1 is responsible for routing packets from PC 1. الراوتر 1 هو مسؤول عن الفوروردينج مال الباكيتس، لان هو هذا البي سي 1 اختار الجيت واي، يعني الجيت واي مال هذا البي سي 10.1.10.2، ففقط انه هو محدد بهذا الاي بي. واضح؟ responsible for the routing packets from بي سي 1. if the router 1 becomes شنو ان افيلبل، اذا توقف هناي الراوتر 2 كان راوت packets that would have gone شنو through router 1. هذا الراوتر 2 ممكن انه لو توقف هذا ممكن ان ينوب عنه ويشتغل، وال بي سي 1 خلينا نقول بالنسبه للمستخدم البي سي 1 ما راح يحس انه هذا الفشل اللي طرا على الجيت واي او على الراوتر اللي كان انه خلينا نقول يستخدمه كمين راوتر. هذا هو مفهوم شنو هذا هو المفهوم عمليه الراوتر 2 ان ينوب عن الراوتر 1. هذا هو مفهوم ال HSRP او الريدندنسي بروتوكول. الان ديفايسز اللي هذه ار تيبيكال شنو كونفيجر وذ ا سنجل اي بي ادريس فور ا ديفولت جيت واي، وهذه مسلم يعني احنا نخلي له دائما البي سي نخلي له اي بي ونخلي له سب نت ماسك ونخلي له ديفولت جيت واي. اف ذا ديفولت جيت واي اي بي ادريس كان نوت بي ريتش، ما ممكن ان يوصل مثلا هذا الجيت واي مالته، the local device is unable to send packet of the local network. اكيد بحاله انه انا توقف عندي ايش راح يصير عندي؟ اللوكال ديفايس راح ما يقدر يتصل بالنت، ما يقدر يتصل بالشبكه. السبب شنو؟ السبب انه انا خلينا نقول الجيت واي اللي من خلالها انه اصل للنتورك او للشبكه او الاوتسايد نتورك انه توقفت عندي. هذا الحاله شنو؟ هاي بحالة إنه أنا ما فعل ال HSRP بروتوكول. إذا إحنا لما نجي نسوي ديزاين للنتورك مو فقط إنه يعني هي مجرد إنه أشكال وأجي أجهزة وأجي أربطها أو أجي أرتبها وأخلي كيبلات redundant خلينا نقول، لا أنا أكو بروتوكولز لازم هي هو اللي هذا البروتوكولز هو اللي حقق لي عمليات ال redundancy اللي ممكن أن تعتبر من العناصر الأساسية للأركيتكتشر أوف إنترنت. هنا ضمن الكونسبت أوف فيرست هوب ريداندنسي بروتوكولز عند الراوتر ريداندنسي. هنا أتصور الصورة راح تكون لكم أوضح، يعني هنا الراوتر ريداندنسي هنا مثل ما شوفونها هنا عندي هذا البي سي، هذا البي سي اللي هو عندي أربعة بي سيز مثل ما شوفوها هنا، هذا الفيرتشوال راوتر، هذا الاي بي اللي راح يصير له كونفيج على هذا الراوتر وعلى هذا الراوتر، هذا هو الفوروردينج راوتر او الاكتيف، وهذا هو الستاند باي راوتر، هذا هو الستاند باي وهذا هو الاكتيف. تلاحظون انه البيانات كل هذا البي سي تتعامل مع هذا الراوتر كفيرتشوال، هو مو حقيقي، مو مثل هاي حقيقيه. الترافيك هسه تروح بهذا الاتجاه،
الفيرتشوال راوتر هو يوجهها لهذا باعتباره هو الاكتف، لو توقف هذا مباشرة يوجهها لإيش؟ للراوتر الثاني. راح نجي نشوف توقف هذا البي سي، هذا الراوتر توقف مباشرة حولها إلى إيش؟ هذا هو وظيفة شنو؟ هذا هو عمل شنو؟ عمل ال HSRP protocol. راح نجي نشوف شنو الراوتر اللي هو redundancy to prevent a single point of failure، حتى إحنا نمنع single point من at the default gateway، يعني حتى نمنع إنه هاي الأجهزة من أن تتوقف بعمليات شنو؟ بعمليات الوصول إلى الشبكة نتيجة إنه الفشل اللي حصل بال default gateway. شنو اللي ممكن أنا نقوم به؟ نمنع شنو حتى في سبيل تتحقق عندي؟ راح نجي نشوف. Prevent the illusion اللي هو الوهم of a single router to the host on the LAN. Present illusion، هنا تجي illusion، تجي وهم أو خيال أو خداع، نخدع السنجل راوتر to the host on the LAN. هذه أشبه بالخدعة، يعني الترافيك تجي بجهة الفيرتشوال. Present العفو the illusion of a single router to the host on the LAN by sharing an IP address and a MAC address. Sharing the IP with MAC address, two or more routers can act a single virtual router. ممكن إنه إحنا نستخدم أكثر من virtual router، نستخدمها بعمليات شنو؟ أن تكون هي وسيط. فبحالة إنه تنطي البيانات للسويتش أو الراوتر إذا كان هو أكتيف، وبحالة توقف الأكتيف أوتوماتيكيا هي اللي راح تحول المسار لمن؟ المسار للستاند باي راوتر، باعتبار إنه أنا فعلت على الأكتيف وفعلت على شنو الستاند باي كآي بي اللي هو كتبنا ستاند باي 1 آي بي 192.0.2.100 حسب ما موجود هنا هذا الرسم. The IPv4 address of the virtual router is configured as the default gateway for the workstation on a specific IPv4 signal. وهذه شوفتكم إياها بالconfig، إنه أنا كتبت standby 1 IP فعلتها. الARP تعرفوه هذا protocol يشتغل على layer 2 resolution return the MAC address of the virtual router، هو المسؤول عن الريتيرن مالته. The physical router that forward the traffic is شنو؟ transparent to the host devices. هي اللي راح تكون شنو؟ transparent، يعني نقدر نقول عليها واضحة أو ظاهرة بالنسبة، is transparent بالنسبة لل host devices. The physical router هي اللي راح تكون واضحة، يعني ال PCs هذه ما تشوف ال virtual router، لا يشوف هو الجيتوي مالته مثلا 192.0.2.1، هو ما يشوف هذا اللي موجود بالنسبه للبي سيز الفيزيكال. الهوست ما يشوف الفيرتشوال، ما يشوف هذا الاي بي، لكن هي شو يشوف؟ يشوف هذا الجيتوي، واضح؟ لا، والفيرتشوال راوترز هو فيرتشوال ايش راح يقوم بعمليات الاكستشينج للترافيك عندما يتوقف الاكتف او الماستر او المين. هنا الريدندنسي بروتوكول، الريدندنسي بروتوكول ال HSRP provides the mechanism، هو اللي يوفر لي mechanism for determining which router should take the active role in forwarding traffic. لأن ال HSRP راح يجي يشيك البريوريتي للتو سويتش أو التو راوتر. أنا مخلي تو، ليش أنا مخلي تو راوتر؟ على مود أحقق الريدندنسي، على مود أنه أحقق الـ يعني هذا تعتبر العنصر الأساسي من عناصر الأركيتكتشر أوف إنترنت، وإحنا تحدثنا عنها، قلنا العنصر الريدندنسي اللي هي الفولترانس والكواليتي أوف سيرفيس والسيكوريتي والسكيلابولتي، هاي تحدثنا عنها بالمستوى الأول. إذن كيف أن تتم الريدندنسي بروتوكول؟ كيف انه شنو الميكانيزم اللي يعتمدها بعمليات تحديد من الاكتف ومن الستاند باي؟ هاي التو راوتر اللي مستخدمهم، وانا فقط راح احتاج واحد، لكن انا احتاج الثاني بحاله انه توقف هذا الاكتف عندي في سبيل تتحقق عندي الريداندنسي. زين،
شنو الميكانيزم اللي راح يستخدمها؟ راح يجي يشيك البرايورتي بالنسبه للتو راوتر او للتو مالتي لاير سويتش، يشيك البرايورتي مالتهم. اذا كانت متساويه البرايورتي وباي ديفولت هي 100، اذا كانت متساويه البرايورتي وين يروح؟ يروح على الاي بي وياخذ الاعلى اي بي، ياخذ الاي بي الاعلى. واضح؟ يعني بهاي الحاله انه هو راح ياخذ الاي بي 2-1، ما ياخذ الاثنين 2. واضح؟ فبهاي الحاله اذا هذه هي الميكانيزم، اما البرايورتي، وقلنا احنا شوفناكم انه كيف انه نقدر نشوف هذا البرايورتي، نقدر انه ندخل على الايش، ندخل على السويتش ونقول له شو ستاند باي، شو ستاند باي. هنا هذا هو الستاند باي الستيت، هذا السويتش متوقف او الراوتر، هو مالتي لاير، هذا يعتبر راوتر وسويتش. هنا ستاند باي هو بهاي الحالة انه شنو عندي، هذا هو شنو البرايورتي مالته. واضح؟ هاي البرايورتي، يشيك البرايورتي مالته، وهذا هو الفيرتشوال اي بي اللي احنا سوينا كونفيج، واللي ما يشوفه اصلا الهوست قلنا ما يشوفه، وهذه هي الفيرتشوال قلنا الماك ادريس، وراح نجي نشوفها بالتيبل الفيرجوال الفيرجن 1 يعتبر باي ديفولت. واضح؟ اذا هي هذه المعايير او الميكانيزم اللي ممكن ان يعتمدها، شنو اللي ممكن ان يعتمدها ال redundancy protocol حتى انه يحدد لي should take the active rule in the forwarding traffic. Ability of a network to dynamically recover from the failure of a device acting as a default gateway is known as first hop redundancy. يقول قدرة النيتورك حتى قابليتها dynamically recover، حتى تكتشف او يعني تستعيد نفسها او حل يعني الفشل اللي ممكن ان يطرأ، يسمونه الفيل اوفر. هذه القابليه شو يسمونها او تجاوز الفشل، هذه from the failure of a device acting as a default gateway، يعني من كونه يعني يقول لك قابلية الشبكة أن تتحول من تحول البيانات، مسار البيانات من جهة الجيتوي اللي صار عليها فيلز إلى الجيتوي الأخرى، هذا الميكانيزم أو هاي الإمكانية تسمى بالفيرست هوب ريداندنسي. الفيرست هوب ريداندنسي يعني أنه أنا أجي أخلي كيبلات، يعني مو فقط أنه هنا بالرسم حتى أسميها هذه redundancy، مو فقط أنه أنا أجي أخلي كيبلات، مو فقط أجي أخلي هنا كيبل وهنا كيبل هنا كيبل وهنا كيبل حتى أحقق redundancy، لا، أنا لازم أكون عندي configuration. واضح؟ عندي configuration، هذه configuration أفعلها في سبيل لو وقف واحد عندي، لو هذا الكيبل توقف البيانات تروح بهذا الجهة، وكذلك البقية بالنسبة لبقية السويتشات. إذن هي مو فقط أنا أخلي كيبلات، لا، لازم أكو كونفيج عندي مع هذه إيش، مع هذه ال خلينا نقول للكيبلز الأنذر كيبلز أو الأكسترا كيبلز اللي ممكن أن أضيفها على النتورك ديزاين. ضمن الكونسبت اوف فيرست هوب ريداندنسي بروتوكول عندي الستيب فور راوتر يسموه فيل اوفر، تجاوز الفشل. فيل اوفر كيف ان الخطوات اللي ممكن من خلالها الراوتر يتجاوز الفشل؟ ليش؟ يقول لي هنا اللينك او الديفايس فيلر توقف. الستاند باي راوتر بيكوم ذا شنو فوروردنج راوتر اكتف، هنا لما توقف عندي هذا الراوتر اللي هو بالرسم اللي قبله كان هو المين اللي ترافيك تروح بهذا الجهة على الانترنت او الانترنت سيرفيس بروفايدر، خلينا نقول الباك بون، لما توقف هذا الكيبل عندي، توقف هذا الراوتر، من اللي راح يسوي، من اللي راح يقوم بعمليات الفيل اوفر، تجاوز الفشل؟ راح نجي نشوف شنو الخطوات اللي ممكن ان ينفذها الراوترز او الفيرتشوال راوترز او الاتش اس ار بي بروتوكول حتى انه يحول لي البيانات من هذا المسار، من هذا المسار اللي كانت عليه الى هذا المسار اللي كان بجهه الستاند باي. When the active router fails، عندما يتوقف او يفشل الاكتف راوتر،
الريداندنسي بروتوكول شو تسوي؟ ترانزيشن ذا ستاند باي راوتر تو ذا نيو اكتف راوتر رول، تحولها، تحول الريداندنسي بروتوكول، راح تنقل الستاند باي لمن يتوقف الاكتف راوتر، لمن يتوقف هذا راح مباشره هذا البروتوكول يحول لي، ينقل لي الستاند باي راوتر الى الاكتف راوتر رول، الى الاكتف راوت رولز. واضح؟ هذا نيو اكتف، خلينا نقول راوتر رول. These are the steps that take place when active router fails. هذه هي شنو الخطوات اللي take place when active router شنو when active routers خلينا نقول هذه هي الخطوات اللي ياخذها. قلنا these are the steps that take place when active router fails. The standby أول خطوة شنية اللي حتى الactive router fails، لمن يتوقف الactive routers يعني البيانات لمن كانت بهاي الجهة، كيف تحولت لهاي الجهة؟ أكو عندي خطوات three steps. The standby router stops seeing hello message. تعرفون إنه أني حددت لكم قبل شوية، شرحت لكم، قلت لكم هنا أكو شيء اسمه hello message، أكو شيء اسمه شنو hello message، هذه أنا أقدر أتحكم بيها. يعني هنا config t السلم ونجي أنطي هذه hello message، hello هذه hello time العفو كل 2 دقيقة، أنا سويتها 3 أو العفو هي كانت 3 أنا سويتها 2، واضح؟ كل 2 سكند يرسل وينتظر، بحالة إنه انتظر هو إيش قد هنا 6 كانت 10 الدفعات، هو ينتظر، إذا انتظر 6 ثواني ما استلم hello time message مباشرة شو يسوي؟ مباشرة ال 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 يعتبر شنو؟ يعتبر الستاند باي، يعتبر الأكتف توقف وينوب ويحل محله، واضح؟ ويحل محله. احنا نقدر نتحكم بالبرايورتي، يعني راح نجي اشرح لكم كيف يكون ديك تي حتى ستاند باي واحد، اجي هنا اخلي شيفت وعلامه استفهام. شوفوا هنا اقدر اتحكم بالبريم البريمت اللي هو القيمه هاي اللي لازم تتفعل لما انا اتحكم بالبرايورتي، اتحكم بالبرايورتي، اقدر اخلي هنا البرايورتي، هذا مو ستاند باي راوتر، هذا هو شنو؟ انا هسه لما دخلت عليه سويت له شو كان ستاند باي، هسه اخليه ايش قد؟ اخليه اكتف. كيف اخليه اكتف؟ البرايورتي، البرايورتي مالته اخليها 300 اعلى برايورتي. شوفوا اوكي هنا نجي هنا هو 250 العفو، أعلى شيء 250، هنا 250 آني البرايورتي، أنطي 250، بس لازم أتأكد إنه المقابيل الثاني إشقد المالت البرايورتي، إشقد إنيبل كونفيكتي هنا الأنت، أدخل VLAN 1 وأكتب الستاند باي، أريد أغير ستاند باي 1 وأخلي البرايورتي شكد أخليها 100، أوكي أخليها هنا 100، باعوا أخليها 100 وأوقف هنا، هنا راح أسوي له شو ستاند باي، لازم هذا يكون ستاند باي، شو ستاند باي، هذا لسن. تعرفون إنه أكو حالات هسه راح يتحول إلى سبيك، شوفوا هنا لسن بعده حتى يتحول حتى ينطي شنو هاي بعده مرحلة اللسن، وراها راح تجي الستاند باي، لأن هسه هو كان شنو هذا كان هو الأكتف انطيته 100، هذا كان هو شنو كان هو الستاند باي، باعه قبل شوي كان شقد هذا الستاند باي، انطيته البرايورتي عالية، راح هسه لما يجي يتأكد منه شنو وين صار أكتف، لا لأن البرايورتي مالته عالية زيدتها شو
هنا ستاند باي بعده، لان ياخذ وقت حتى تعرفون انه هنا هذا بعده هو تحول الى ستاند باي لو لا. هنا هذا لسن، لازم ننتظر شويه حتى ايش، حتى انه نقدر انه لسن حتى الستيت مالته تتحول. ننتظر شويه، طبعا لازم اوقف هذا للعلم، لازم اوقف هذه الكيبلز هنا. انا تقريبا وصلت لل طبعا ال حتى انا ما يصير عندي لوب، ما يصير عندي لوب للعلم هنا. هنا صار ستاند باي، باعه صار ستاند باي، وكذلك شوفوا ال HSRB صار ستاند باي، وهذا صار اكتف، هذا صار اكتف. شلت الكيبل تشوفون انه هذا ايش صار، هذا الاكتف صار. ليش؟ لان خليته 250 وهذا خليت اعلى برايورتي. كذلك انه انا اقدر شنو، اقدر كونفكتي واقدر ادخل على الفيلان، والبرايورتي ما غير البرايورتي. هنا قلنا اقدر اغير التايم، اقدر اغير التايم شيفت وغير التايم باعه هنا، اقدر اغير البرمبت اسوي لها انيبل، اخلي التايم تايمر. شوف التايمر اذا خليته ثلاثة واخلي الثلث، يعني ايش قد هنا اخليه فد 10، يعني هنا هذا الهلو تايم وهذا الهول تايم ينتظر، يدز ثلاثة هلو كل ثلاث ثواني يدز هلو، اذا انتظر 10 ثواني ما وصلت هلو هذه يسموه هول تايم. باعوا هسه اني غيرته، لما اجي هنا شو العفو، لما اجي هنا الشو ستاند باي هنا ايش يقول لي الهلو، هنا تغيرت عندي الكونفيج 3 وهنا 10 باعوا، كانت الستاندر 2 هنا غيرت 3 ب 10. اجي اشوف النوب 3 ب 10 اللي انا هسه حددتها، دائما يكون الهلو تايم ثلث الهول تايم، يعني هذا طلاب كل ما كذلك انه انا اقدر اتحكم مثل ما تشوفون البرايورتي. لما نرجع هنا اتحدى التايمر والتراك، راح نجي نشوف البرمبت. هاي لما نتعامل مع البرايورتي لازم تكون هذه انيبل، لازم تكون شنو، تكون هذه انيبل باعوا، هاي القيمه تكون انيبل. هذا بالنسبه طلاب، هذا كل ما يخص محاضره اليوم، كل ما يخص محاضره اليوم يعني بالنسبه للستيبس. وصلنا للستاند باي ستوب سينج هلو مسج فروم ذا فوروردنج راوتر، يعني يتوقف ينتظر الهول تايم 10 ما استلم، مباشره للستاند باي يتحول الى اكتف، يتحول الى اكتف. طلابها كل ما يخص محاضره اليوم، ان شاء الله بالمحاضره القادمه راح نكمل الخطوات الستيب فور راوتر فيل اوفر، يعني كيف انه يتجاوز الفشل الراوتر بحاله انه توقف الاكتف او توقف عندي المين سويتش، كيف انه يتفعل عنده سكند سويتش او نقدر نقول عليه ستاند باي سويتش. طلاب هاي كل ما يخص محاضرة اليوم.